هسه نجي للمثال. المثال هنا أنا شنو منطينا؟ منطينا لاين شارج موجودة على محور الزت، ويريدها بالسلندريكال كوردينيت، وهذا اللاين شارج ممتدة من سالب ما لا نهاية إلى الموجب ما لا نهاية حسب الشكل اللي هو منطينا إياه. فيريد من عندنا نجد الإلكتريك فيلد اللي يعني يكون سبب هاي الشحنة الخطية. لو نجي هنا حسب الرسم الموضح عندنا، هذا عندنا الاكس وهنا عندنا محور الواي وهنا عندنا محور الزت. حسب الرسم طبعا هو منطينا اياه، اللاين شارج راح يكون ممتد منين؟ من الصفر للما لا نهاية ومن الصفر الى السالب ما لا نهاية. يعني هنا عندنا شحنات، التوزيع مالت هاي الشحنات هو مو نقطي، لا توزيع خطي لان هو لاين شارج. فاذا عندنا شحنات موجودة على محور الزت، العفو محور الزت، من المالانهاية الى السالب المالانهاية. النقطة اللي راح نفرضها حتى نجد بيها الالكتريك فيلد هي هاي، هاي النقطة مالتنا البي. البي صفر واي صفر. ليش صفر واي صفر؟ لان هي موجودة فقط على محور الواي، فاذا هي لنا لها قيمة، قيمتها واي. بقية المحاور راح يكون صفر بصفر. هسه احنا شنو نريد؟ نريد تأثير هذا اللاين على هاي النقطة بحيث يكون عندنا الكتريك فيلد. اول شيء التأثير مال هذا الخط اذا نلاحظ راح يكون بهالاتجاه هذا، هاي هي الاي اللي احنا نريد نجد الكتريك فيلد، يعني الكتريك فيلد اللي نريد نلقاها. هنا هاي راح نحللها الى متجهين، واحدة بهالاتجاه والثاني بهالاتجاه. هذا عفوا هذا الاتجاه راح يكون دي باتجاه الزت، الاي باتجاه الزت. زين، بما ان هو السؤال طالبه نحل بالاحداثيات الاسطوانيه، الاحداثيات الاسطوانيه اللي هي الرو والفاي والزت، هاي الاحداثيات الاسطوانيه. اذا هاي النقطه يحتاج نحولها الى الاحداثيات الاسطوانيه. حاليا لو نلاحظ هنا النقطه هي وين موجوده؟ على محور الواي. اذا الاحداثيات هنا، النقطة بالاحداثيات الاسطوانية راح تكون كالآتي. بالنسبة للزت راح تكون مساوية للاحداثيات الاسطوانية اللي هي صفر. بالنسبة للرو، الرو هي تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع. الاكس عندنا ايش تساوي؟ صفر زائد واي تربيع، يعني جذر الواي تربيع يعني واي. اذا الرو هي واي. اذا هنا هاي الرو عندنا هي موجودة، وبنفس الوقت هنا الرو بما ان النقطة مالتنا فقط هنا وعندنا احداثيات الاسطوانية، الاحداثيات الاسطوانية اذا تذكرون الرو اللي هي المسافة تمثل نصف القطر، واحنا حاليا النقطة مالتنا اذا ناخذها كاحداثيات اسطوانية فهو تمثل نصف القطر. اذا الرو تكون موجودة، الفاي راح ناخذها صفر، فرضية راح ناخذها صفر. اذا النقطة عندنا رو صفر وبصفر. زين، احنا عندنا هنا اللاين مالتنا يمتد من المالانهاية الى السالب مالانهاية، راح ناخذ جزء تفاضلي يعني جزء صغير منه، هذا الجزء نسميه الدي كيو، يعني جزء من اللاين. هذا الدي كيو راح يساوي لنا رو ال دي ال. اذا هنا عندنا شنو؟ الدي كيو تساوي رو ال دي ال. بما انه احنا حاليا جاي نشتغل على محور الزت، فاذا الدي ال هو دي زت، اذا رو ال دي زت. هاي خلصنا من اول شغله، هي استخرجنا الدي كيو. راح نبدي من قانون الشحنه، البوينت شارج اللي هو الكيو على 4 باي ابسلون نوت ار تربيع اي ار، نفس القانون اللي اشتغلنا عليه بالبوينت شارج او اللي توصلنا له بالبوينت شارج راح ناخذه. بما انه الشحنه حاليا احنا اخذناها جزء من اللاين، يعني مو اللاين كله اخذناه، اذا قلنا صارت دي كيو وعليه الالكتريك فيلد الناتج من هاي الشحنه هو ايضا جزء اللي هو هذا قلنا بالرسم الدي اي.
فإذا الدي إي راح يساوي لنا دي كيو على 4 باي إبسيلون نوت آر تربيع أي آر. الأشياء اللي نحتاج نستخرجها العفو هي الآر، راح نحتاج نستخرجها على مود نبدأ نعوض بالقانون. الآر هنا إيش راح يساوي عندنا؟ النقطة اللي أريد أجد بيها الإي إحداثياته ناقص المصدر. هنا شنو عندنا النقطة؟ هي رو بصفر بصفر. هاي النقطة اللي موجود عندها دي كيو إحداثياته هي صفر بصفر بزد. إذا رو ناقص صفر راح يعطينا رو، أي رو ناقص صفر بصفر ما راح يكون عندنا أي إحداث باتجاه الزاوية، وعندنا الزت هنا صفر ناقص زت فراح تصير زت أي زت. حتى نستخرج الماجنتيود للآر راح يساوي لنا تحت الجذر رو تربيع زائد زت تربيع. إذا استخرجنا أول جزء اللي نحتاجه بعد اللي هو الأي آر. الأي آر يساوي لنا الآر كمجنت، عفوا كمتجه على الآر كمجنتيود. طبعا هنا عندنا هذا متجه وهنا عندنا أيضا هذا متجه. الآر كمتجه على الآر كمجنتيود يساوي رو أي رو ناقص زت أي زت تحت الجذر رو تربيع زائد زت تربيع. إذا حاليا إذا نريد نعوض الأشياء اللي طلعناها بالقانون، الدي إي إيش راح يساوي عندنا؟ الدي إي راح يساوي الدي كيو اللي هي الرو إل دي زت. هاي طلعناها، هاي ها الدي كيو اللي هي رو إل دي زت. بعد شنو عندنا؟ عندنا الفور باي إبسلون نوت. هنا اتفقنا انه هذا هو رو اي رو ناقص زت اي زت رو تربيع زائد زت تربيع الكل اس نص. لو نجي هنا الار عندنا كماجنتيود راح يساوي تحت الجذر رو تربيع زائد زت تربيع هذا الماجنتيود تربيع في ال AR اللي هي الرو اي رو ناقص زيت اي زيت رو تربيع زائد زيت تربيع اس نص.